يشهد العالم ثورة تقنية هائلة تعزز الاهتمام بالمتطلبات البيئية، مما يجعل السيارات الكهربائية حلا مبتكرا ومستداما لمواجهة تحديات هذا العصر. تتوقع وكالة الطاقة الدولية بيع 17 مليون سيارة كهربائية عالميا بنهاية عام 2024، ارتفاعا من 14 مليون في عام 2023. وبحلول عام 2035 تتوقع الوكالة أن تصبح كل سيارة تباع في العالم كهربائية. شهدت مصر خلال العام الجاري طفرة ملحوظة في عدد السيارات الكهربائية، حيث بلغ عددها 10,000 سيارة مقارنة ب 3,000 سيارة العام الماضي. تقدم الحكومة المصرية حوافز تشجيعية لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، مما يقلل من تكلفة شرائها بشكل ملحوظ. على الرغم من التقدم الملحوظ، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع في مصر، أهمها نقص محطات الشحن وارتفاع التكلفة وقلة الوعي. في المقابل، تواصل مصر جهودها لتوسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية لتغطية جميع أنحاء البلاد، مما يسهل على أصحاب هذه المركبات عملية الشحن ويشجع على استخدامها. في الوقت الذي تتجه فيه مصر نحو تبني السيارات الكهربائية، فإن تكلفة تشغيلها تعد أقل كثيرا من التي تعمل بالوقود، مما يجعلها خيارا واعدا.